الغوطة الشرقية وحيدة منكوبة محاصرة، ينتظر مدنيوها الموت في كل لحظة ومع كل صوت طائرة أو ضربة مدفع، رغم اجتماعات مجلس الأمن وقرارات التي لم تستطع وقف وحشية نظام الأسد وحلفائه. وفي ظل المجازر التي تتعرض لها الغوطة الشرقية منذ 3 أسابيع، مجلس الأمن ينعقد مجدداً لمناقشة قرار وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات في سوريا والحاجة السريعة لتطبيق القرار 2401 الذي أفشله النظام وميليشياته قبل أن يجف حبره. وعلى طاولة المجلس هذه المرة مسودة قرار أمريكي لوقف إطلاق النار في دمشق ومنطقة الغوطة لمدة 30 يوماً، مع مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة الإسراع بإعداد مقترحاته لمراقبة تنفيذ وقف القتال، وتحذير من واشنطن على أساس سفيرتها نيكي هيلي من تقاعس المجلس عن التحرك بعد أن أفشل قرار هدنة فبراير الماضي. أما الاتهامات تجاه موسكو لم تكن من الولايات المتحدة فحسب، حيث طالبتها فرنسا بوقف إراقة الدماء، مشيرة أن موسكو استناداً إلى تملك نفوذ النظام على هذه الأمور يجعلها قادرة على وقف الهجوم على الغوطة برياً وجوياً. فهل تجدي القرارات والنداءات ودعوات الاستغاثة لمحاصرة الموت الذي يلاحق أهل الغوطة؟